مواصلة لما تفضل طارق بالتحليل وبتناوله، أنا ساعة الحديث جميل، ينجم يكون الحديث متداول وفي أكثر من مناسبة تخرج تصريحات معناها جدية وتعبر على نبض جزء كبير من المجتمع التونسي، وهاجسه في تناول هكذا ملفات حارقة في المجتمع اللي تهم التونسي، تهم الحياة اليومية. طيب، لكن أنا مش نسأل، أولا الساعة التوانسة أو النخبة السياسية يسار ويمين أجمعوا على حاجة من المرات القليلة، وهي توصيف هالريع وهالكارتيلات وهالعصابات، كل بتوصيفه الخاص وبمرجعيته الثقافية يوصفه وتقطعت فيه. فما شكون يعتبرها فرصة باش نوصلوا لمرحلة الرأسمالية، لأنه هالقوانين والمجموعات هذه اللي هي تسيطر على قطاعات حيوية وتمنع المنافسة فيها، كيما الليبرالي الرأسمالي يعتبر أنه عائق أمام تحقيق الرأسمالية اللي هي تقوم على المنافسة والعرض والطلب والسوق مفتوحة، كيما اليساري اللي يعتبرها هذه معناها توجه لعصابات متنفذة أو ديكمبرادور عن بعض التوصيفات الأخرى اللي يحبوا يستغلوا هما ومرتبطين بدوائر أخرى. يعني فما التقاء حتى الحكم والمعارضة، يعني ما ريتش أنا أي مجموعة سياسية أو أي توجه لجمعية أو منظمة أو غيره تناول الشأن العام والمواضيع هذه جد ضد ما ذكرته أليرت ولا غيرها من فما نذكر في فترة من فترات تتحدث على الرأسمال الوطني وتعتبر أي مس بالناس هذه هو مس بالرأسمال الوطني. أنا لا أعتقد فما إجماع حبيت أقول أنا نحكي جمعيات ولا منظمات ولا أحزاب الحقيقة ما ريتش، يمكن الناس عندها ارتباطات على الرأسمال الوطني، الحزب كان حاكم هذا 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 علاش نحب نرجع النقطة، هذا لكارتيل هما ضد منطق تحقيق الرأسمال الوطني. هي أنا معاك هذوما ضد الرأسمالية وضد الرأسمال الوطني اللي هو مرحلة قد فما ناس لا تتفق مع رأي هذية بالعكس على الأقل حبيت تقول فماش إجماع فما صراع فما على الأقل من المجموعات السياسية. أنا ما ريتش شكون مجموعة سياسية اعتبرت أنه على الأقل في التوجهات الديمقراطية الاجتماعية في التوجهات القومية اليسارية حتى الإسلاميين ما ريتش ناس اللي تعتبر هذوما على الأقل في محيطي، ما ريتش أنه يمكنش مجموعات أخرى عندها ارتباطات. يعني مجلس شورى في صيف 2020 يتحدث على رأسمال الوطني. نحكي أنا راني الموضوع ذايا وقتاش ولينا نحكوا على الكارتيل معنا عامين نحكوا الصوت أي لا، أما الحديث اللي على صوته ولا نقاش فيه كبير ولا متداول على شبكة التواصل الاجتماعي وفي البلاتوات متواصل الحديث على الرأسمال الوطني من نفس الطرف السياسي في المدة الأخرى من نفس الطرف. أنا أنتوكا حكاية موضوع لكارتيل المصارف المالية ولكارتيل الفضاءات التجارية ولكارتيل النيابات السيارات، المواضيع هذه العامين الأخرانين أصبح مواضيع والكتيبة لعبت دور مهم الحقيقة في هذا وغيرها من كيما زاد انكفاضة وغيرها، يعني موضوع مهم. خليني نواصل في النقطة هذه، هو كيف ما ذكرت أنه الموضوع مهم والخطاب اللي يتوجه لهكذا المواضيع هذه أنا نعتبره مهم أنه الإعلام يمشي فيه ويكون ثم وعي مجتمعي، لكن الحديث فيه أنا هذا اختلافي، الحديث مجرد اقتصار المواقف أو تسجيل الموقف في موضوع من نوع هذا على الخطاب فقط أنا هذا اللي ندينه. وعلاش أنا نحب أن نسأل الساعة السلطة أو المنظومة الحكم في 2022 أو من 2021 مشيت في توجه نحو التقليص أو الاعتماد أكثر على الاقتراض الداخلي وهذه خذاته استراتيجي. في 2022 نسبة الاقتراض الداخلي تقدر ب 10.5 مليار دينار، 2023 تقدر ب 11.3 مليار دينار، و 2024 يرجح أنها باش توصل 53.6 مليار دينار. هذا الاقتراض من السوق الداخلي للدولة التونسية لتوفير موارد مالية للمالية أو للمالية العمومية. هذا من زاوية، من زاوية أخرى نرجع لل 411 واللي هو نعتبره مؤشر مهم لأنه الحديث باهي، أما هات نشوفوا حتى ناس نواب أو عدد من نواب اللي خرجوا في علاقة بقرار الفصل 411 من المجال التجاري. ثم ناس كانت أو أصحاب مؤسسات الصغرى والمتوسطة رأوا جزء كبير من الناس هذه اللي اليوم رأوا نحب نذكر أنه 150 ألف مفتش عنهم بموجب قضايا شيكات بنور الرصيد، عندنا 10 ألاف قضية منشورة في المحاكم بموجب قضايا طور قضايا شيكات بدون رصيد. فالناس هذوما راهو جزء منهم في كوفيد او غيره او حتى مش في كوفيد، راهو في فترات ما خذاو صفقات من الدوله وعملوا معناها مشاريع او عملوا خذاو دي بروجي من الدوله
على اساس باش تدخل لهم فلوس الدوله مش ما عطاتهمش الدوله فلوس، هما مطالبين باش ياخذوا سلعه باش يخلصوا خدامه باش يسيروا مؤسساتهم صغرى ومتوسطه من اجل الديمومه والاستمراريه ونجاح، لكن الدوله ما خلصتهمش. دونك جزء كبير من الناس هذو في الحبس، فاصحاب المؤسسات الصغرى وغرفهم معناها اشتغلت مده سنوات الطلب يا ولادي ضروره ايقاف العقوبه السجنيه وضروره تغييرها بعقوبات اخرى بديله. النقاش توا على شنو؟ النقاش على التقليص في فتره السجنيه او مده السجن من 5 لعامين بالاضافه ل 20% من يدفع معناها خطيه على قيمه القيمه الماليه اللي هو اعطاها في شيك. دونك ايش حبيت نقول؟ وقت اللي نجمعوا انه البنوك هذه ما نعملوش قوانين للحد او لايقاف سطوه اقتصاد الريع، وقت اللي نحكيه على تغيير مرسوم او تغيير قانون يتعلق بانه قانون جائر ويحط الناس في الحبس وما تتحلش المشكل المالي والنقص فقط في فتره السجن، وقت نطالبوا باش يشاركوا في الشركات الاهليه يقدموا مساهمات وفي مشاريع اجتماعيه، انا في اعتقادي يصبح العلاقه مش قائمه على التعامل الجدي مع المواضيع اللي اتفقنا كونها مواضيع جديه ولازمها تتغير، لانهم هذوما يولي عندهم تاثير على القرار باعتبارهم انهم مانحين للدوله بنسبه كبيره من القروض اللي قدموا لها فيها.